the brilliant Lebanese Awards 2016 مباشرة عبر شاشة الـ LBCI. ضمن مبادرة We Initiative لدعم قدرات المرأة الاقتصادية بكرم الـ BLC Bank مع فئة Women Entrepreneur of the Year نساء مبادرات قدروا بالعزيمة والإصرار يحققوا أحلامهم وبيملكوا أكثر من 50% من أسهم شركاتهم. برحب باسمين جديد انضموا إلى لجنة التحكيم. مديرة شركة جزائري ترانسبورت منى بو عزة بوارشي. المدير التنفيذي ومدير مديرية المصارف بمصرف لبنان نجيب شقير. المشروع الأول بهيدي الفئة بيسلط الضوء على لمسة إبداع انتقلت من قلب لقلب ومن جيل لجيل. بلشت قصة هارت تو هارت مع توين سيسترز حنان ودلال. حنان هي والدتي ودلال هي خالتي. بلشوا اسمول ايفنتس بزنس ب 1987، كانوا يحبوا يعملوا اشياء للجيران ولاصحابهم حسب الايفنت، اذا عرس ولا بيبي. شوي شوي كبرت هالبزنس، صاروا يشتغلوا على نطاق اوسع. لي 20 سنة معهم، شربت المصلحة وصرت بعرف فيها منيح وبحب قد ما هني بحبوها. نعمل كل المناسبات من بيبي لأعراس، عمادات، أول قرباني، لما بيكون كمان سبيشال ايفنتس مثل رمضان، مثل كريسمس، دائما بيكون عنا لاين خصوصي لهالايفنت. حنان ودلال بلشوا لحالهم، من دون موظفين، بدون مساعدين، كل شيء كانوا يعملوه هني. فريق صار هلا مكون من 12 شخص غير الكونتراكتشوالز والبارت تايمرز. كل شيء شايفينه بالاتوليه معمول مثلا من خشب، من شمع، معمول من بلكسي، هولي كلهم من سبلايرز لبنانيين. هيدي كانت أهمية الفيجن تبع حنان ودلال، لأنه كل ما هن عم يكبروا الأشخاص اللي حواليهم يكبروا معهم. هارت تو هارت غير إنه بتدعم الحرفيين اللبنانيين وبتدعم الصناعيين اللبنانيين، كمان بتدعم مؤسسات خيرية مثل سيزوبيل، بناخذ من عندهم سوفينيرز وبنزين له إياهم للإيفنت يلي هن طالبينه، بنزيد كريتيف تاتش تبعت هارت تو هارت على سوفينيرز سيزوبيل. هارت تو هارت عم تكبر، حنفتح بدبي مع ليفل كيدز، ومن الاشياء اللي عم نعملها كمان عم نجرب نقوي الاي كوميرس بالويب سايت، وذا كليك اوف ا بتن، كل شيء موجود بهارت تو هارت بالاتوليه ممكن تشوفوه اونلاين. حب حنان ودلال لبعض دائما بيترجم باعمالهم الحلوه، ان شاء الله الجيل الثاني والثالث يقدر يكمل هالرساله اللي بلشوها حنان ودلال من 30 سنه. ريم البنا عم بتعيش لحظات ترقب حاليا ونظرها متجه صوب النتيجة اللي رح تقررها لجنة التحكيم لمشروع هارت تو هارت. النتيجة الخاصة بهارت تو هارت أمامكم على الشاشة. صاحبة المشروع الثاني بتأكد فعلاً أنه النجاح بيولد من رحم التجارب الشاشة حسب التسلسل الأبجد الأجنبي. بيبي كالا إيكول ماتيرنيل، كلير دمع جروب، هارت تو هارت، لو بوتاجي، مي بيتيت بالورين، MSCA. مين اللي رح يحتل المرتبة الأولى بين المشاريع الستة اللي تنافست على اللقب؟ قبل اعلان النتائج بطلب من نائب رئيس مجلس الاداره والمدير العام للبي ال سي بانك السيد نديم عصار يتفضل على المسرح. مساء الخير. اذا صار وقت اعلان النتائج. مين هي الومن انتربرنور اوف ذا يير 2016؟ المرتبه الثالثه هي من نصيب اي مشروع؟ نحن أكيد بانتظار العلامة، فإذا المرتبة الثالثة MSCA، وفي تعادل مع MSCA وبيبي كالا، مبروك. أما المرتبة الثانية فهي من نصيب مين؟ المرتبة الثانية ب Women Entrepreneur of the Year 2016
هي من نصيب مشروع هارت تو هارت. ألف مبروك. أما المرتبة الأولى، مين رح تكون الرابحة بفئة Women Entrepreneur of the Year 2016؟ ثلاث أسماء. لو بوتاجي، ألف مبروك. بدي أطلب من زينة خوري داوود تتفضل لعنا على المسرح لاستلام الجائزة. مبروك زينة. بدي أطلب بالبداية من السيد نديم أسار يسلم التروفي لزينة وتشيك بقيمة 30,000 دولار. مبروك لإلك أستاذ نديم أسار. المنصة لإلك، تفضل بكلمتك. بيسعدني يكون معكم الليلة بالحفلة الخامسة للبريليانت لبنيز أورد، وسط أصدقاء للبي ال سي ممثلين بالحضور الكريم، وأصدقاء للاقتصاد الوطني ممثلين بلجنة الحكم، ونخبة جديدة من المتألقين من صبايا وشباب وشركات وصلوا معنا للنهائيات. كما أنه فرحتي كبيرة بعدد المشاهدين عبر شاشات التلفزيون يلي عمالها يكتروا من سنة لسنة.